هو يعني إيه إن مصر تبدأ تتعامل مع روسيا بالروبل والجنيه المصري؟ هل كده الحكومة المصرية قدرت تتخلص من أزمة الدولار اللي واجهتها السنة اللي فاتت؟ وكده في 2023 الجنيه هو اللي هيقرر مصيره؟ وهل ممكن دول تانية تعتمد الجنيه في التعاملات التجارية مع مصر؟ أنا مريم مجدي، ويلا بينا نعرف الإجابات دي في الفيديو ده. في البداية لازم تعرف إن البنك المركزي الروسي أعلن في بيان ليه ضم عدد من العملات الجديدة لقائمة العملات الأجنبية اللي بيتعامل بيها المركزي الروسي، ومن ضمنهم كان الجنيه المصري. يعني كده مصر هتقدر تستورد من روسيا بالجنيه. أيوة ده اللي هيحصل فعلا، ومش هنحتاج الدولار في تعاملاتنا مع روسيا تاني. وده بعد ما فاجئ البنك المركزي الروسي الكل بإعلان اعتماد الجنيه المصري ضمن عدد من العملات الأخرى في قائمة التعاملات مع الروبل. طب وده معناه إيه؟ بص يا سيدي، ده معناه إن الجنيه حقق انتصار كبير في أسواق المال العالمية، والقرار ده هيعتبر نقلة كبيرة في مسيرة الجنيه المصري، واللي أكد خبراء الاقتصاد إنها هتنعكس بالإيجاب بلا شك على مستقبل التعاملات عليه في الفترة اللي جاية. طب هل ممكن دول تاني تاخد نفس القرار اللي روسيا أخدته؟ الإجابة أيوة طبعاً، وده لأن السعودية لمحت إنها بتفكر فيه فعلاً. مش بعيد خالص إن دول كتير تعمل كده علشان تتخلص من أزمة نقص الدولار وارتفاعه بشكل مش طبيعي. وعندك مثلاً محمد الجدعان وزير المالية السعودي قال إن المملكة العربية السعودية منفتحة على المناقشات بشأن التجارة من خلال استخدام عملات بخلاف الدولار الأمريكي. قال كمان الجدعان إن السعودية مش هتتجاهل أي نقاش هيساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم. طب تفتكروا إيه الهدف من إدراج الجنيه المصري في البنوك العالمية؟ طبعاً بدون شك إدراج الجنيه المصري على قائمة العملات الروسية كان أحد أهداف الدولة لتخفيف الطلب على الدولار. وخبراء المال أكدوا إن إدراج الجنيه المصري وتحديد سعر ليه مقابل الروبل هيساعد الدولة المصرية إنها ما تحتاجش عملة الدولار في تسوية المعاملات التجارية مع روسيا. وطبعاً ما ننكرش إن مساحة التجارة بين مصر وروسيا كبيرة جداً، وده لأن مصر بتعتمد على استيراد جانب كبير من احتياجاتها من روسيا، خاصة بعض السلع الأساسية زي مثلاً القمح، وبالتالي في حجم تعاملات كبير جدا تجاري بين البلدين. وبحسب الخبراء قالوا ان في الغالب مصر وروسيا هيحددوا قيمة عملة البلدين بالاتفاق ما بينهم، وده هيسهل عملية التبادل التجاري بين البلدين والاعتماد على عملة الدولتين في التعاملات التجارية. غير كمان ان تخليص المعاملات التجارية بالعملة المحلية للبلدين هيساعد في تخفيف الطلب على العملات الأجنبية الأخرى زي الدولار. كمان هيساعد في سرعة تدفق التجارة بين البلدين، وده لأنهم مش هيعتمدوا على عملات أجنبية تانية بعيدة عن عملاتهم الرسمية. كمان التعامل بالجنيه في البنوك المركزية العالمية هيقلل احتياج الحكومة المصرية للاعتماد على قروض خارجية لتلبية احتياجات مصر الدولارية. انتوا كمان قولولنا رأيكم ايه في قرار البنك المركزي الروسي، وهل ممكن السعودية ودول تانية كتير تاخد نفس القرار ده والجنيه يبدأ يشم نفسه؟